بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الممثلة والمنشدة ندى عبد الحكيم. مثلت أكثر من مسلسل من ضمنهم الشرار. الشرار هذا كان آخر تقريبا لا قبل الأخير مسلسل اشتغلته بسنة 2022. كان صراحة مسلسل مرة رائع وجميل. من ضمن الممثلين اللي كان معي خالد صقر، ريم العبد الله، نايف الضفيري، رحاب العطاء أتوقع، كلهم ما شاء الله كانوا حلوين. طيب ايش اللي من اللي شجعك او دعمك في المسيره؟ والله صراحه من يوم انا صغيره امي هي اللي كانت تدعمني في كل شيء. من يوم انا عمري سنتين وانا بادئ في هذا المجال. الحمد لله ولك الحمد. ما تشوفوني كذا قدامكم، الفضل هذا يرجع لله، ثم بعدها امي يا رب. الله يسعدك. لا المدرسة هذه أهم شيء، لأنه في الآخرة يعني أكبر كل شيء ما حينفع إلا شهادتي. لازم الشهادة تكون في يد والوظيفة في يد إن شاء الله. تمام. بس لك عن دورها في كتنمية موهبتك في الإذاعة مثلا، في الإلقاء، في النشيد زي كذا، هل لك لها دور مثلا؟ لا كله ماما. ماما هي اللي علمتني، درستني، سوت لي كل شيء. الصراحة المهرجان كان مرة مرة حلو. صراحة أمس جيت واليوم جيت كمان كان روعة روعة بشكل مو طبيعي. كل يوم غير، كل يوم كان أحلى من الثاني. الصراحة كان نفسي أجي أول يوم ولكن كان عندي شغل كثير مرة، فالحمد لله فضيت أمس واليوم وقدرت أجي. الصراحة المكان روعة، اللي ما جاء فات نص عمره. الشرار كانت وحدة اسمها واضحة، ما يقارب عمره 12 إلى 13 سنة، وعمره من 13 إلى 12. كانت هذه البنت أمها توفت وأبوها أصلا متوفي ضايع ما حد يعرف عنه شيء. ولكن بداية مرحلتي من حلقة 6 من مسلسل الشرار اللي ينعرض على شاهد، بدايتي يوم أمي توفت الله يرحمها، جاء أستاذ نايف الضفيري أخذني إلى يعني بشخصية دعار، جاء أخذني ووداني لديرته. ولكن زوجته اللي هي شو اسمه فضة كانت كثير كثير شريرة. من قوة شراها تحسب إنه أنا حأخذ دعار، إنه حيصير لي، هو أصلا عمي كاحترام أوكي. فللأسف إنها كلمت أختها على الموضوع وأختها راحت رمتني في البير، كانت عشان عرفت إن أنا مرة مرة أحب العرايس، حطت لي العرايس في البير ودفتني أول ما شفت العرايس. وبعدين رحت لديرة الشيخ سلمان ورحت هناك قابلت منيفة اللي كانت تمثل دور أستاذة ريم العبد الله. فرحت هناك إنه هني روح أشوف الفيلم أحسن المسلسل. مرة رائعة، مرة مرة حلوة. نشرتها أصلا في التيك توك، كان أقسم بالله مرة مرة حلو. صح إنه الأيام هناك كان برد ومكان بعيد، يعني طريق سفر من بيتي للمكان اللي كنا نصور فيه، ولكن مرة المسلسل حلو. صح إنه كان متعب ولكن بعد كل تعب شيء حلو نقدمه. يقولوا لي أنت واضحة، أقولهم يقولوا لي إيوه أنت مرة تغيرتي والصوت لأني توني شايلة اللحمية. هو أكثر من شيء، يعني أكثر من بنت قالت لي، بتقولت لها أنا ما أقدر أطلع لك الموهبة اللي أنت تقدر تسوينها، هذا إبداعك أنت. يعني أكثر من جد سألتني، قلت لها أنت روحي قدمي ولا خذي كلاسات. أنا ما أخذت كلاسات لأن ماما كانت تدربني، لأنه إحنا أول ناس من طلعنا على هذا المجال من يوم إحنا أطفال. فقلت لها أنت روحي شوفي أو ادخلي كلاسات، والله حطيت تعرفين ممثلة شاطرة. ماما كانت تدربني من يوم أنا سنتين، من يوم عمري سنتين كانت تدربني على التمثيل. تقول لي بعد كل تعب شيء حلو، انه احنا بنقدمه، احنا مستحيل بعد كل تعب ما راح نقدم شيء حلو، لا حنقدم شيء حلو. وما في انسان ما يقدر على الشيء اللي يبغاه. كيف كانت تدرب على التمثيل؟ في البيت كانت زين مثلا ايوه تعطينا مشاهد، مثلا تقول لنا يلا مثلوا كأنكم معصبين. ما هذا تدربنا سبحان الله. لا والله كانت كيف يعني المهم ماما هي اصلا كانت تدربنا، كانت تقول لنا اذا احد جاء قال لكم عصبوا سووا كذا. ما شاء الله ماما لو بيدها صح
صارت ممثلة بس ما تقدر. كانت تقول إن إذا حد قال لكم عصبوا سووا كذا، حسووا حواجبكم كذا، إن كانت تدربنا في البيت. أيوة فازت المركز الأول على مستوى الرياض والمركز الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية. والله في جوائز كثيرة بس ماني فاكرتها. آخر مسلسل صورته كلاود كيتشن، كمان في شاهد في ام بي سي، توم ما نزل على الشاشة بس نزل على شاهد في اي بي. كمان عندي فيلم صورته اسمه الظلام، ان شاء الله ما اعرف صراحة متى هينزل بس ان شاء الله اذا نزل بقول لكم. الصراحة عن سؤالك هذا مرة مرة حلو السؤال. احلى شيء ان الدولة تدعم الامرأة عشان تطلع موهبتها. عفوا الله يعطيك العافية. اقول لكم مع السلامة. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم الرد عبد الحكيم، ممثلة وشاركت في مسلسلات مرة كثيرة. اليوم انا متواجدة في حفل مهرجانات السينمائي للخليج لعام 2024. شفت الورشات وتعلمت واستفدت خبرات مرة حلوة وكثيرة، وانا مبسوطة بتواجدي هنا. مبروك وتستاهلون الكل من فاز. عندي مسلسل بيت العنكبوت ان شاء الله باذن الله بينزل قريب. ماما هي اللي يعني لولا الله ثم ماما انا ما كنت وصلت لهنا اصلا، بس هذا اللي اقدر اقوله يعني. امين يا رب. هي مسوي اكاديميه في البيت.